ورجعنا لكم مرة تانية بملخص الحلقة الأولى من أنمي هجوم العمالقة. طبعا مش عايز أعرفك إن الحلقة جامدة جدا، وللأسف ده ملخص الجزء الأول من الموسم الأخير، فركز معايا ويلا نشوف نهاية العظمة دي. في البارت اللي فات إيرين تلعب بأخوه زيك ونجح في خطته الغامضة وسيطر على قدرة العملاق المؤسس، وها هو الآن يبدأ في الخطة الثانية وهي دك الأرض باستخدام العمالقة الرهبين اللي كانوا موجودين في أسوار جزيرة بارادايس. ولكن كل من أصدقائه والإلديين والمارلين هدفهم الآن هو إيقاف إيرين بأي طريقة. وفي بداية الحلقة بقى بنشوف لمحة من ماضي إيرين اللي بيحلم بأمه، ولما بيصحى من الحلم ميكاسا بتقول له أنت لسه نايم ولا إيه؟ يلا علشان نرجع للبيت. وأول لما بتشوفه بتلاقيه مدرمغ في عيونه فبتسأله مالك يا إيرين؟ بيقول لها مش عارف، أنا مش فاكر أنا حلمت بإيه وسبب لي الحزن ده كله. وفي تلك اللحظة بنشوف طفلين في الغابة، واحد اسمه رمزي والتاني اسمه خليل. بيتكلم رمزي مع خليل وبيقول له إحنا دلوقتي قربنا نجمع المبلغ الكافي علشان ننقل من المدينة الجحدة دي. فبيقول له خليل حزن ولكن يا رمزي لو اتمسكت وانت بتسرق مره ثانيه هيقطعوا ايدك اللي فاضله وباقي العيله هتكون زعلانه منك. بيقولوا رمزي لازم حد فينا يعمل كده ولا هنفضل عايشين في المعاناه وفي تلك الخيام الباليه التي لا تتحمل برد الشتاء ولا حر الصيف حتى، وعلشان كده برجوك يا خليل لو مت تسلم المال ده لعيلتي. وبيقطعهم هروب اهل المدينه بهلع وخوف في انحاء الغابه، وبتبدا الارض في الاهتزاز وكان في زلزال بيحصل، واسراب الطيور بتنفد بجلدها من الغابه. ولما بيلف رمزي اللي مصدوم ومش فاهم ايه اللي بيحصل بيشوف مشهد رهيب جدا، عدد مهول من العمالقه وهما بيتقدموا في اتجاه المدينه. وقبل وصول العمالقه للمدينه بفتره بنشوف ايرين وهو بيتجول في انحاء المدينه وهو مليان بالندم لانه هيقتل كل الناس دي، ومش بس كده ده يمحوها من على وجه الارض وبيقول في نفسه ان ده هو الحل الوحيد لحمايه وانقاذ الجزيره بارادايس. واثناء غرقه في حيرته وندمه بيلاحظ مجموعه من الاشخاص بيتنمروا على طفل صغير ونازلين فيه ضرب، وايرين بيروح علشان ينقذه، ومجموعه من الاشخاص دول بيقولوا ان الطفل ده اسمه رمزي وهو مجرد حرامي صغير وعدو لتجار المدينه ولازم يقضوا عليه علشان ينظفوا المدينه من اشكاله. وبيطلبوا من ايرين انه يسيبهم في حالهم يكملوا اللي هم بيعملوه ده، وبيكون ايرين على وشك الرحيل لانه مش مستوعب ايه الفرق يعني بين انه هيبيد البشريه كلها ما عدا جزيره بارادايس وفي نفس الوقت عاوز ينقذ الطفل ده اللي هو هيقتله بعد شويه. بعدها بنشوف ايرين اللي بيحمل الطفل ده وبينقذه رغم كل حاجه، وبيقول في نفسه انه شخص متناقض جدا، وبيبدا ايرين في الاعتذار والبكاء لرمزي وبيقول له انه بيعمل كل ده علشان ينقذ جزيرته والاديين، ولان العالم خارج اسوار الجزيره كان غير اللي ايرين توقعه قرر انه يمحوه بالكامل ويعتزل لرمزي مره تانية. ورمزي مش فاهم حاجه من اللي بيقوله. نرجع لرمزي اللي واقف مصدوم بعد ما فهم اللي بيحصل وبينادي عليه عيلته علشان يهرب معاهم، وبيبدا سكان المدينه في تسلق الجبال وهروبهم من العمالقه، وبلا فائده بيتسلق العمالقه الجبال وراهم وبيغرق السكان في الياس ومش عارفين يعملوا ايه في الموقف اللي هم فيه ده، وبيستمروا في الهرب ولكن لا مفر من الموت. والعمالقه بتكون على وشك القضاء على رمزي وبتحول جسده الى اشلاء وبيتم القضاء عليه وعلى سكان المدينه وكانها لم تكن. وهكذا استمر الوضع من مدينه لاخرى، والعمالقه ما بيسيبوش اي اصل للحياه وراهم، اباده شامله حرفيا. وفي مشهد مليء بالحزن والمعاناه والاسى والرعب، العمالقه بيستمروا في اباده البشر ولا يوجد مجال للنجاه، ويبدو انها بدايه النهايه ولا مفر من هؤلاء العمالقه. دمار هائل يجتاح العالم وجحيم مستمر يلتهم الجميع، جميع البشرية بيكونوا في موقف لا يحسدوا عليه اطلاقا. نروح بقى لارمن اللي بيشعر بصديقه ايرين وبتقاطعه اني اللي بتقول له جروحك عامله ايه دلوقتي؟ بيقول لها في احسن حال بسبب رحلتنا في السفينه دي. وبيقعد ارمن جنب اني وبيتبادلوا العصفورين دول الحب كده، وبيكونوا متضايقين لانهم قاعدين بيحبوا في بعض والبشريه بيتم سحقها في جميع انحاء العالم. وبيامل ارمن انه يتكلم مع ايرين ويقنعه بالرجوع عن كلامه، واخيرا بيوصلوا للمينا اللي فيها الطياره اللي هتنقلهم لايرين، ولكنها بتكون محاطه بمتفجرات ومتغطيه. فبيأمرهم ارمن انهم يدخلوا المتفجرات دي في الطياره ويبداوا في تجهيزها. وفي الوقت ده فالكو بيجن جنونه لما بيوصل له خبر دك كارلت مارلي، فبيحاول اصدقائه انهم يهدوه ويسيطروا عليه. وعلى الجانب الثاني ميكاسا بتساعد اني وبتقول لها خدي المعدات المتطوره بتاعتي دي وتدربي عليها انت وارمن. فبتسالها انت بتديها لي ليه؟ بترد عليها ميكاسا انهم دلوقتي في نفس الفريق ومش اعداء زي الاول ولازم يقفوا مع بعض. فبتعرفها اني وهي بتبص لارمن انها مش هتروح معاها في الطياره وانها عاوزه تقضي بقيه ايامها في سلام مش اكتر. بتتفاجئ ميكاسا وبتسالها ايه اللي بينك وبين ارمن، ولكنها في النهايه بتتقبل مشاعر اني وعدم افصاحها. واني بتسال ميكاسا هل هتحارب ايرين وتقتله علشان تنقذ البشريه ولا هتعمل ايه؟ فبتوضح لها ميكاسا انها مش هتقتل ايرين ولا حاجه، ولكنه ابتعد عنهم من فتره وكل اللي هتعمله انها ترجعه لوطنه، وبتسيبها
وبتمشي. في اللحظه دي ليفاي اللي مفيش حته في جسمه مش مصابه بيقاوم وبيصر على الحركه رغم محاولات ارمن في منعه، وبيتوجه في اتجاه يلينا اللي بتشرح لهم كل حاجه وبتعرفهم خطه ايرين وانه هيتجه نحو حصن سالتا علشان يدمر المناطيد بتاعتهم لانها بتمثل تهديد ليه، وإلا بتكون حزينه جدا بسبب هزيمه زيك وفشل خطته في القضاء على نسل العمالقه. وبنشوف المهندسين اللي بيكونوا على وشك الانتهاء من تجهيز الطياره للاقلاع، وبتخطط بيك انها تحبس غابي وفالكو في السفينه ويمنعوهم من مواجهه العمالقه. واخيرا بيجي يوم الانطلاق بالطياره والتوجه ناحيه ايرين، وبتامر القائده هاجي الجميع انهم يستعدوا للمعركه، وبيكون ليفاي مش قادر يستخدم معداته بسبب اصابته، ومع ذلك بيقرر انه هيروح معاهم للمعركه. وبيك وراينر بيودعوا اني اللي مش هتروح معاهم للمعركه، وراينر بيعتذر لها وبيقول لها انه كان عاوز يعتذر لبرتولد لانه سبب في استمرارهم في مهمتهم وفقدان برتولد لحياته. فبتعرفوا اني انها فكرت كذا مره في قتله ولكنها تراجعت عن القرار ده. بيشكرها راينر على صدقها وبيطلب منها انها تخلي بالها من غابي وفالكو بعد رحيلهم، وبيودعها باقي الفريق وكمان ارمن، لكنها بتشعر بحزن وبتعصر قلبها لانها على وشك فقدان حبها الاول ارمن، وبتسيبهم وبتمشي من غير كلام. وبيكون الجميع متضايقين لانهم يفقدوا اني قدرتها القتاليه في المعركه دي. وفي الوقت ده بتتكلم القائده هانجي مع بيك وراينر وبتسالهم انتوا متاكدين من مشاركتكم في المعركه دي؟ لاننا لو وقفنا دك الارض هتستمر معاناه شعبكم مره ثانيه. فبيعرفوها ان مهما كان هي مهمتهم حمايه البشر. فبتقول هانجي انا نفسي اركب عملاق من زمان. بترد عليها بيك وبتقول لها مش هيحصل حتى في احلامك. بيتكلم ليفاي مع هانجي وبيقول لها شكلك كده لسه مهووسه بالعمالقه ومعرفه اسرارهم. فبتقول له ده طبيعي. فبتساله هل تعتقد ان دلوقتي قاده فايلك الاستطلاع اللي استشهدوا في سبيل حمايه الجزيره بيراقبونا دلوقتي؟ وبتعرفوا انها بتتمنى انهم يكونوا فخورين بيهم. فبيقول لها ليفاي بطلي تتكلمي زي القائد ايريون سميث. في الوقت ده واثناء استعداد الطياره للانطلاق وقبل وصول عمالقه دك الارض، وبيوصل فالك اللي حالته منيله بنيله وبيبدا في اطلاق النار على المهندسين بشكل عشوائي، بس بتوصل ميكاسا وبتوقفه عند حده. وبيوصل الجميع وبيستنتجوا انه فضل جنب السفينه طول الوقت ده علشان يوقفهم، وللاسف بيكتشفوا ان خزان الوقود بتاع الطياره اتسقط بسبب الرصاص، وبيحاولوا يسدوا الثقب ده ولكن الموضوع هياخد منهم ساعه كامله على الاقل. وفي تلك اللحظه بيهتز المكان وبيترعب الجميع انهم العمالقه يا ساده، ولو وصلوا المينا مش هيخلوا حد فيهم على قيد الحياه. وبيتكلم فالك وهو بيلفظ انفاذه الاخيره وبيترجاهم انهم ما يواجهوش ايرين والا هيفقدوا حياتهم في المعركه، وانهم يسيبوا ايرين ينقذ البشريه لان ده امالهم الوحيد في انقاذ الجزيره وبيموت. وعلى الناحيه الثانيه بتعصب غابي وفالكو بعد رحيلهم بالسفينه وبتمنعهم اني من الخروج، وبيستمر العمالقه في التقدم نحو الميناء وميكاسا وارمن مش عارفين يعملوا ايه. فبيقرر ارمن انه يفضل ويحاول يعطل العمالقه عبال ما يهربوا بالطياره. فبيقول له راينر ان ده مش هيحصل لان امالهم الوحيد في المفاوضه مع ايرين، وبيعرفهم راينر ان هو اللي هيفضل وهيوقفهم. في الوقت ده بتوصل القائد هانجي وبتقول لهم ان هي اللي قادتهم للوضع ده وهي اللي لازم تتحمل المسؤوليه وتفضل علشان تعيق العمالقه. وبتروح لارمن وبتتكلم معاه بجديه وبتسلمه قياده فايلك الاستطلاع. بيتصدم ارمن من كلامها وقبل رحيلها بتقول له ان ليفاي دلوقتي بقى تابع ليك وما تنساش تشقيه في المعركه. واثناء رحيلها وصدمه الجميع بيوقفها ليفاي، فبتقول له ما تحاولش تمنعني لاني مستعده لمواجهه العمالقه بكل قوتي. فبيقول لها ليفاي بحزن رفقتك السلامه، وبترحل هانجي باستخدام معداتها وبيجري عليها الجميع وهم بيبكوا. ولكن بتتقدم هانجي بسرعه جنونيه في اتجاه العمالقه، وفي مشهد مليء بالعظمه والفخامه بتبدا في تدميرهم بكل ما عندها من قوه. وفي وقت ما هي بتقاتل بينتهي المهندسين من اصلاح الخزان، وبيبدا الجميع في الركوب وهانجي بتستمر في القضاء على العمالقه بكل فخامه وبتمنعهم من الاقتراب للمينا. ولكن هدومها بتتحرق ورغم كل ده بتستمر في القتال بفخر في سبيل انقاذ اصدقائها وحمايه البشريه، وللاسف بتنفجر معدتها وبتسقط من السماء وبيشوفها الجميع وهي بتسقط بعد انطلاقها بالطياره، وما بيقدروش يمنعوا نفسهم من البكاء عليها. وفي الوقت ده بنشوف هانجي اللي بتقوم مفزوعه وعاوزه تطمن على رحيل اصدقائها من المينا. فبيقول لها القائد ايرون انها عملت اللي عليها وادت واجبها بنجاح، وبتشعر بالراحه لما بتشوف الطياره طايره في السماء، وبيساعدها باقي القاده وبياخدوها معهم. والمقصود من المشهد ده انها ماتت وباقي القاده بيرحبوا بيها في حياتها الثانيه علشان تعيش معاهم بسلام. وبنرجع للطياره اللي عامل فيها الصمت بسبب اللي حصل لهانجي، وبيكسر ايرون الصمت ده وبيتكلم مع سواق الطياره وبيعرفوا ان الوقود قليل جدا ولكنه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يوصلوا للحصن اللي عند ايرين. وبيشرح ارمن للجميع الخطه اللي هينفذوها، وبيعرفوا شكل العملاق المؤسس وبيحاولوا يتوقعوا مكان وجود جسم ايرين الحقيقي، ولانهم مش هيعرفوا يحددوا مكانه بيقترح انهم يفجروا كل الهيكل العظمي للعملاق المؤسس ده. فبيقول لهم ارمن ان ده احسن حل ولكن مش هنستخدمه غير لما نتكلم مع ايرين الاول، ولو فشلت المفاوضات مع ايرين نبقى نستخدم التفجير الشامل وندمر المكان كله. وليفاي بيتكلم وبيقول لهم ان ايرين بيتحكم في قدره العملاق المؤسس من خلال لمس
شانكس ولزيك لانه بيحتوي على دماغ نبيله، ولانهم يعرفوش مكان زيك فلازم يبحثوا عنه في جسم العملاق المؤسس. وبيطلب ليفاي من الجميع انهم يساعدوه في قتل زيك، وبيبدا راينر والجميع في التفكير في ذنوبهم وقتلهم للناس بدافع السلام المزيف. في الوقت ده راينر بيفتكر لقاءه مع ايرين اثناء هجومه على البريو، وبيقول لهم ان ايرين مستني حد يوقفه من تدمير العالم. بيتفاجئ الجميع وبيسالوه ايه اللي انت بتقوله ده، فبيقول لهم ان ده احساسه من خلال تعامله مع ايرين. بيفكر ارمن شويه وبيقول لهم فعلا كلام ايرين ممكن يكون صح، لان ايرين عنده القدره على التحكم في جميع العمالقه، ومع ذلك ما وقفش قدرتنا على التحول وسايبنا نتصرف بحريه، وكانه بيخبرنا وبيشوف هنعمل ايه معاه. بتساله ميكاسا هو سايبنا مع اننا ممكن نمنعه من تدمير العالم؟ فبيقول لهم راينر اكيد هو عمل كده لانه مش قادر يتحمل الالم اللي في قلبه بسبب تدمير العالم واباده البشريه، وهو مش عاوز يتحمل المسؤوليه دي لانها كبيره جدا عليه لوحده. هو اكيد بيتمنى ان كل ده ينتهي بسلام. وفي اللحظه دي اول ما بينتقل الجميع من كلامهم بينتقلوا للمسارات، فبيحاولوا يتواصلوا مع ايرن وبيطلبوا منه انه يوقف قتل الناس. بيتكلم ارمن وبيقول له ان اللي انت عملته ده مش هيخلي حد يقرب من الجزيره لو بعد 100 سنه، وممكن يعملوا معاهده سلام ويوقفوا الرعب والدمار ده. وبيترجى الجميع انه يبطل قتل في الناس، ولكن ما بيردش عليهم. ومره واحده بيتكلم ايرن وبيعرفهم ان دك الارض مش هيقف، وانه مش هيسيب الصدفه هي اللي تحدد مصير جزيرته وشعبه. وبيلاحظ ليفاي ان ايرن موجود بعيد عنهم، فبيجري عليه الجميع وبيطلبوا منه انهم يقابلوه، وبيسالوه ليه سمحت لهم يستخدموا قدره العملاق. ومع جريهم ده بيوصلوا لنفس المكان اللي كانوا فيه، وبيعرفهم ايرن انهم احرار في منعهم ليه من تدمير العالم، وكمان هو حر يعمل اللي هو عاوزه. وطالما كل واحد مقتنع باللي هو بيعمله فالكلام ده بدون فايده ومفيش حل غير القتال. وبيسالوا ارمن طب انت استدعيتنا ليه هنا؟ فبيقول لهم ايرن انه استدعاهم علشان يفهمهم ان مفيش فايده من الكلام، ولو عاوزين يواجهوه في ساحه المعركه فهي موجوده. وبيرجعوا الجميع مره ثانيه للطياره، وبيكونوا ندمانين جدا لانهم ما عرفوش يقنعوا ايرن. وبنروح للسفينه وبنشوف فالكو اللي بيتكلم مع اني وبيقول لها انه شاف ذكرى غريبه، وبيسالها هل هي بتقدر تستخدم قدرات اي عملاق طالما اكلت جزء من جسمه؟ فبتقول له طبعا. بيفرح فالكو كمان غابي لان دي فرصه ليهم ويقدروا يوقفوا ايرن، بس اني بتزعلهم وبتطردهم بعيد. بس بعدها بتوقفه وبتقول له ايه الذكرى اللي انت شفتها؟ فبتقول لها غابي ان فالكو بعد ما شرب السائل النخاع الخاص بزيك بدا تظهر عليه خصائص العملاق الوحش. وبيعرفها فالكو ان الذكرى هي ان شاف زيك بيطير في السماء، وكمان بيعرفها انه حاسس انه يقدر يطير زيه. وبتتفاجئ اني من كلامه. وبنشوف قطار متوجه نحو حصن سلتا، وبيحاول مجموعه من الالديين انهم يوصلوا للحصن علشان يهربوا بواحده من المناطيد اللي موجوده فيه. وفي الوقت ده بيتفاجئ جميع الاشخاص اللي في القطار وبيشوفوا المناطيد كلها في السماء، وبيخلوا سواق القطر يزيد سرعته علشان يلحقوا منطاد واحد على الاقل. وبيكون عمالقه دك الارض على وشك الوصول ليهم، ولما بيوصلوا للحصن ما بيلاقوش ولا منطاد، وبيلاحظوا ان المناطيد كلها متوجهه ناحيه العمالقه. وبيستعيد الجميع عملهم لما بيعرفوا ان المناطيد دي هتواجه العمالقه بالقصف الجوي وهيقضوا عليهم تماما. ومن البرج الرئيسي للحصن بيوجه القائد رسالته للجميع، وبيعرفوا من الحصن ده والمعركه دي هي الامل الوحيد المتبقي لنجاة البشريه، وان الجميع بيتحملوا مسؤوليه الدفاع عن البشريه في الوقت الراهن ده، وان كلنا اخطانا لما استغلنا كرهنا وحقدنا وبدانا نهاجم جزيره بارادايس المعروفه بجزيره الشياطين، ولكن جه الوقت اللي نتحمل فيه نتيجه افعالنا واخطائنا. في الوقت ده والده راينر بتفتكر كل ذكرياتها مع ابنها، وانها عمرها ما كانت بتعامله كام، وعلى طول كانت معتبراه كاله حرب واداه للانتقام. وبيوصل سرب المناطيد لمكان وجود العملاق المؤسس، ولكن انتوا بتعملوا ايه؟ بيلاحظهم ايرن وبيخلي العملاق المهاجم يستخدم قدرته ويقتلهم. وكمان من برج القياده بيلاحظ الامر المباشر للقصف، وبتبدا الملحمه، وبيطلق المناطيد اعدادها الى من المتفجرات على العمالقه، وبيبدا المكان في التحول الى جحيم. وبيامرهم القاده انهم يستمروا في القصف لان ده املهم الاخير، ولكن بيظهر العملاق المهاجم وبيبدا في تدمير المناطيد واحد تلو الاخر لحد ما بيدمرهم كلهم. وبالفعل سرب المناطيد تم ابادته في لمح البصر، وبيقف الجميع وهم مش قادرين يتحركوا من الصدمه، وبيستمر العمالقه في التقدم وكان مفيش اي حاجه حصلت. وبيعتذر لهم قائد الحصن على فشلهم في المهمه دي، وبيعم الياس المكان وبيستعد الجميع لنهايتهم. ولكن في اخر لحظه بيشع الامل، وبنشوف طياره ارمن اللي اخيرا وصلت للمكان، ولكن الوقود خلاص قرب يخلص. وبيخترقوا العاصفه وبيتجهوا نحو العملاق المؤسس، وبيستعد الجميع للقفز من الطياره. وفي اللحظه دي بيتحطم جناح الطياره بسبب قذيفه من العملاق المهاجم زيك. فبيتحول ليفاي وبيقول له انت جيت لي بنفسك ووفرت عليا تعب البحث عنك، ده انا هخلي منك شرايح شاورما. وبيقول لهم ارمن ان هدفهم الحالي هو القضاء على العملاق الوحش ده علشان يوقفوا دك الارض. وبيتفادى الجميع قذائف العملاق بصعوبه، وبيقربوا من جسم العملاق المؤسس، وبينط الجميع وهو لهم ارمن، وبيتقدم ليفاي وراينر بكل ما يمتلكه من قوه. واول ما بيقرب راينر بيستخدم قوته وبيتحول للعملاق المدرع وبيهاجم على الوحش العملاق، وكمان بيج بتتحول للعملاق العربه وبتستعد للهجوم. وبيت
بيتفاجئ القائد لما بيشوف العملاق المدرع والعربه هما بيواجهوا العملاق المؤسس والعملاق الوحش، وبيرجع الامل للجميع مره تانية. وارمن بيسال ايرين هي فين الحريه اللي انت بتطمح لتحقيقها في المستقبل دي؟ لازم اعرف انت بتفكر في ايه، اكيد هعرف لما اخرجك من الجحر بتاعك ده، وشكل في معركه اسطوريه لم يسبق لها مثيل تحصل في المكان ده. وبكده يا عزيزي المشاهد بتنتهي ملخص الحلقه بتاعت النهارده، وهي الحلقه الاولى من انمي هجوم العمالقه. فيا ترى مين اللي هينتصر في المعركه دي؟ وهل ايرين هيوقف دك الارض ولا هيستمر في خطته؟ كل ده هنعرفه في الملخص الجاي. ولو وصلت لحد هنا بقى ما تنساش الاشتراك واللايك في القناه علشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.